تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث نجحت من خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة والتصدي لجرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني وكذا السلع الغذائية، فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، أسفرت عن ضبط 3 مصانع ومخزن بدون ترخيص بالشرقية لتصنيع وإنتاج وتخزين الأعلاف الحيوانية بمضبوطات بلغت 167 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة بدون ترخيص، وضبط مخزن بدون ترخيص بالشرقية لحفظ وتداول مستلزمات إنتاج مواد غذائية بإجمالي مضبوطات 300 طن مواد غذائية بدون ترخيص. وبنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وتداول المخللات بداخله كمية تزن 162 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات منسوب إنتاجها لشركات وهمية، كما تمكنت من ضبط 15 طن مواد غذائية و3.5 أطنان منظفات منزلية جميعها مجهولة المصدر داخل مخزنين بدون ترخيص لمستلزمات المواد الغذائية والمنظفات والمبيدات المنزلية. واستمرارا للحملات الأمنية بالقليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لتدوير المخلفات المطاطية وتداول المنظفات والمعطرات المنزلية وتدوير المخلفات البلاستيكية بداخلهم 1.5 طن مخلفات مطاطية مجهولة المصدر و69 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومعطرات منزلية مجهولة المصدر و5.5 أطنان مواد خام ومنتج نهائي بلاستيك مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبنطاق مديرية أمن الجيزة أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة اسطوانات الأكسجين الطبي بداخله كمية تزن 130 طن مواد خام مجهولة المصدر و600 اسطوانة منسوب إنتاجها لشركات وهمية، كما تم ضبط 2 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة في مواد البناء بداخله 805 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد البناء الحديث وإضافات الخرسانة مجهولة المصدر، وضبط 1 مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بداخله كمية تزن أكثر من 290 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات سائلة مجهولة المصدر وبدون موافقات بيئية.